أحصينا أعداد المذكرات والشكاوى التي قدمت من الحكومة العراقية تجاه الجانب التركي وبلغ عددها 296 شكوى. الرسالة أيضا أشفعت بأسماء الشهداء وأسماء الجرحى. جلسة يوم الثلاثاء ستكون فارقة إذ أنها ستشهد عرض الاعتداء الآثم على مستوى التقارير الفنية والتخصصية التي أشارت إليها الجهات الأمنية والعسكرية العراقية، كل ذلك موثق بالأدلة الدامغة والقاطعة. كل هذه الاعتداءات التي سلفت كلها أرشفت ووثقت وقدمت بموجبها الرسائل المتطابقة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، لكن هذا الاعتداء اعتداء مفصليا، وسبق لي أن قلت أنه لن يكون عابرا على ذاكرة الدبلوماسية العراقية.